بالليل بالليل بعت وهنا شويه بلطجيه ما تعرفش مأجورين منين والعيال كانت قاعده انا كنت قاعد وسطيهم يضربوا ببعض وبهدلوا ببعض. احنا عايزين نعرف طنطاوي ساكت ليه؟ طنطاوي في ايده البلد كلها تهدى، يجيب زوزان يرميها في السجن اللي هي مختلسه وطلعوها بتوكيلات، وحسن مبارك ترمي في السجن عشان اي واحد يعمل حاجه في البلد لازم يتحاكم. ما البلد ما تبص اللي بايظ ده من طنطاوي. طنطاوي لا يصلح انه يمسك بلد. انا بقولها لك اهو، اللي بوظان والضرب ده كله من طنطاوي، ما تقوليش من الشعب. لو طنطاوي حاكم الراسين كله هيخاف يعمل اللي انت شايفه ده. شكرا. البلد بتبوظ. صحاب المفروض المكان ده ينضف. تمام. ولا يبقى فيه اي فرد. البلد تحديدا بلدنا مسهره مش طبيعيه، يعني البياع راجل ياكل عيش، انما كل جميع البياعين هنا مسجلين خطر. زي ما نكون جايين هنا يتصنطوا ويوصلوا ويعرفوا اخبار الثوراجيه ايه. ما ينفعش جاي مسجلين خطر، ما ينفعش وواقفين بمطال ومسلحين في وسط ناس متظاهرين مسلمين. لازم تدخل من الداخليه. ما ينفعش سلبيه يا اولاد. فكر بعد التذكره عمره، بعد التذكره عمره، بس في واحد شاب جوه، بس موجود مش عارفين الناس مش عارفه تتكلم معاهم. شكرا.